اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في برنامج ضيف انفاس. ضيفنا اليوم سعيد امغدير، رئيس الجمعيه المغربيه للمهنيه الماليه التشاركيه، وذلك لتسليط الضوء على حصيله الماليه التشاركيه بعد مرور 6 سنوات على انطلاقها. اهلا وسهلا استاذ سعيد، مرحبا بك. شكرا استاذ عريري على الاستضافه، شكرا جزيلا. بداية أستاذ سعيد، بغينا نعرفوا بالجمعية ديال لايم اف بي، الجمعية المغربية للمهنية المالية التشاركية، والدور ديالها. أود شكرا على الاستضافة مرة ثانية. يعني الجمعية المغربية للمهنية المالية التشاركية هي واحد الجمعية مغربية، أفراد ديالها كيشتغلوا في المالية التشاركية، إما في الأبناك أو في شركة التأمين أو في سوق راس المال. والهدف من خلق هذه الجمعية هو مواكبة المنظومة المالية التشاركية في المغرب. الحمد لله هذا العمل بدأ من 2017، يعني 6 سنوات، ولكن احنا اشتغلنا من 2013، يعني تقريبا واحد 10 سنوات، وكنا اشتغلنا على المنظومة اللي غادي نقدموها ان شاء الله في بقية البرنامج، وغادي نعطيو بعض النقط ديال التطور ديال هذه المنظومة في المغرب. نعم، وسي سعيد كيف ترى الحصيله ديال الابناك والماليه التشاركيه؟ الوغ الحصيله ديال الابناك الماليه التشاركيه كيف قلتي سي عريري، الماليه التشاركيه هي واحد هي لا فينانس بارتيسيباتيف، او دونك الماليه التشاركيه كتجمع الابناك وشركه التامين التكافلي وسوق راس المال. يعني عندنا واحد المثلث الذهبي فيه ثلاثه ديال المجموعات. الوغ اول تجربه بدات مع الابناك التشاركيه اللي بدات في 2017، الحمد لله الان وصلنا تقريبا واحد 26 مليار ديال الدرهم ديال التمويل. يعني الا بغيت نعطيك بعض الارقام، وصلنا تقريبا 196 وكاله بنكيه، وهاد الوكالات البنكيه كيشتغلوا بواحد يعني بواحد المرونه، ومفتوحين في وجه جميع المغاربه اللي انهم كيحبوا انهم يتعاملوا مع الابناك التشاركيه اللي كتلبي او كتعطيهم بعض المنتوجات اللي موافقه للرغبات ديالهم، دونك كوريسبوند لو كونفيكسيون. تقريبا غادي نشوفوا ان الابناك وصلنا 190 وكاله تقريبا واحد 7.1% سنويا. والرقم اللي مهم جدا هنايا هو لو نوم دو كونط، يعني عدد الحسابات تقريبا في السنه واحد زائد 25%، يعني كاين هناك نمو متواصل، كاين نمو، كاين اقبال. هذا غير كافي، لان التجربه هي تجربه حديثه ولازم نواكبها بمجموعه من يعني منتوجات جديده ومجموعه من الاصلاحات ديال المنظومه باش يكون هناك تكامل. نعم، كاين المرابحه العقاريه هي اللي والمنتوج الابرز ديال التمويل. لماذا؟ صحيح، العقار بدا كاول منتوج لانه الناس المغاربه كانوا كيبغيو يشريو المنازل ديالهم ويشريو يعني ليموبيل من جينيرال، يعني العقارات بواحد الطريقه اللي كتكون مطابقه للقناعات ديالهم. يعني كان انتظار كبير يعني عده سنوات، والناس كانوا تيكريو الديور، ولكن تسنى هذا المنتوج باش يمكن له انه يمول العقار ديالو. هذه المنتوجات وصلت تقريبا واحد 22 مليار، فهذيك 26 مليار كاينه 22 مليار هي ديال العقار. وكاينه تقريبا واحد الاوتوموبيل عندنا تقريبا واحد 1.2 مليار، تقريبا 1.2، و ليكيبمون عندنا واحد 2 مليار و 200 مليون ديال الدرهم، يعني المجموع هو 26 مليار. هل هناك منتوجات جديده لي باش يعني ندوز لمرحله اخرى؟ هناك مجموعه من المنتوجات، غير هناك واحد البطء في اخراج ديالهم للسوق، وهو النداء اللي الجمعيه المغربيه كنحاول ان شاء الله انه الامور يعني تسريع القوانين وتسريع كذلك المنتوجات. يعني تقريبا القوانين موجوده، تقريبا جل القوانين موجوده، الابناك كتشتغل بواحد الطريقه سليمه، كاين مجلس علمي الاعلى، فكروا انه جميع المنتجات التشاركيه بنكيه او تامين او سوق راس المال الا عندهم المطابقه من مجلس علمي الاعلى. يعني احنا عندنا القانون طوام ميزيومون دي زافير، قانون يعني الاعمال المطابق للشريعه، هو اللي كنعملوا به باش يمكن ان مجلس علمي الاعلى يعطي المطابقه لواحد المنتوج. نعم،
بالنسبة للتأمين التكافلي واش ساهم في نمو إقبال على التمويلات التشاركية؟ التأمين التكافلي كان واحد مرحلة مهمة لاستكمال ما أنجزته الأبنك التشاركية. أعطيك مثال بسيط، إنسان اللي كيشتري واحد المنزل كان في الأول تشتري هذاك المنزل دونك التمويل من عند الأبنك التشاركية، ولكن الله يحفظ إلا كانت وفاة أو عجز دائم كان مشكل، لأن ما كانش تأمين تكافلي اللي غادي يدير التغطية على الوفاة أو العجز الصحي. دونك التأمين التكافلي جا باش يكمل هذه النقطة، ولكن هذا التأمين التكافلي عنده بعض المنتوجات اللي مازال ما ظهرتش في السوق، وهي المنتوجات ديال ليبارن ديال الادخار. يعني عندنا تأمينات ديال سكون سابون لا كابيتاليزاسيون راس مالا، وعندنا منتوجات ديال لا روتريت ديال التقاعد اللي عندهم مجموعة من يعني اكزوناسيون فيسكال، يعني مجموعة من الحوافز الضريبية. هذا المنتوج مازال ما موجودش في المغرب، كنتسناو يعني بفريق صبر. وعندنا في سوق الرساميل هذا كدات عليه الجمعية، ماشي جمعية يعني لوتوريتي ماركام مارشي دو كابيتو، يعني الهيئة اللي كتشرف على سوق الرساميل، على سوق الرساميل المغربية لسوق الرساميل، انه كاين عندنا واحد الصناديق ديال المالية التشاركية غادي ينطلقوا في 2024. دونك هادوك الصناديق هما شكون نزابلو لي زوبي سي في زورغانيزم بلاسمون كوليكتيف اون فالور موبيليير بارتيسيباتيف ديال المالية التشاركية. تالي غادي تكمل لنا هذيك المنظومة يعني الابناك، لان هاد المنتوجات كتوجدوهم يعني التأمينات التشاركية ولا التكافلية، وكي يعني البيع ديالهم كيكون في عند الابناك التشاركية، ولكن هاد الاموال كتستثمر في سوق الرساميل. دونك غتكون عندنا المنظومة متكاملة. وهنا غادي نهضروا على المؤشر ديال البورصة اللي هو مهم جدا انه يكون هو تشاركي. وكاين صناديق العقار الاهل دوزيام جينيراسيون يعني العهد الجديد، انه حتى هما غادي يكملوا هذه المنظومه باش تكون عندنا واحد يعني واحد سيوله، ويكون عندنا واحد المنتوجات اللي كتلبي جميع رغبات الزبناء المغاربه. نعم، والمنتوجات التشاركيه كاين اقبال حتى من طرف المقاولات. الوغ كاين جوجتنا، كاين الافراد وكاين المقاولات. الوغ المقاولات كاين عندنا واحد المنتوج اللي دابا بدا في يعني في البيع ديالو في السوق، وهو السلام. شنو هو السلام؟ السلام هو واحد المنتوج كنعطيوه للشركه، هو الفينانسمون دو بيزوان دو فون غولمون. واحد الشركه عندها خصها تخلص مثلا الضوء، خصها تخلص الماء، خصها تخلص يعني المستخدمين، وهذا كيكون عندها واحد المنتوج السلام. هذا المنتوج السلام تقريبا ماشي بزاف، وصلنا واحد 170 مليون ديال الدرهم، 170 مليون درهم، والتطور ديالو في سنوي وصل 190%. يعني كاين واحد الاقبال، كاين شركات دي تي بي او صغرى ومتوسطه محتاجه للسيوله، وكان لابد ان المال التشاركي تلقى منتوج اللي كي يعني يعاون هذه الشركات باش يمكن لها تشتغل بواحد الطريقه سليمه. دونك السلام هو لو فينانسمون دو بيزوان دو رولمون، ان البنك كيعطي واحد السيوله، كيدخل واحد السيوله في هذيك الشركه، وهذيك الشركه خصها تنتج واحد المنتوج، يعني كاين واحد العقد بيناتهم، وهذاك المنتوج فاش يتباع في السوق واحد النسبه من الارباح كترجع للبنك والنسبه للشركه. نعم سي سعيد، واحد الاشكاليه حاليا مطروحه، كاين واحد النمو غير متوازن ما بين الودائع البنكيه والتمويلات التشاركيه، كيفاش كتفسر هذه الاشكاليه؟ تماما الاشكاليه اللي كانت عندنا كانت في الاول، يعني في 2017 فاش الابناك التشاركيه تخلقت، كانت عند الافراد واحد الافكار خاطئه اللي في واحد الوقت ما تصحاتش من طرف الشركات او البنك التشاركيه، ان البنك في الاول كان بحال واحد ان اورغانيز دو فينانسمون، يعني بحال واحد الشركه مخلوقه الا للتمويل. يعني الناس في يعني في العقل ديالهم كيقولوا هذه شركه ديال التمويل، ما فهموهاش بلي انها بنك، يعني كدير التمويل ولكن عندها حسابات. دونك وقع مشكل، كان واحد الضغط كبير على التمويل وما كانوش فتح حسابات،
ودوميسياسيون دي سالير دي غوفوني، ما كانش الناس كيفتحوا سالير وكيحطوا الاموال ديالهم في الحسابات. دونك هنا وقع واحد الخلل في البنك، يعني التمويلات 26 مليار وكتلقى في الحسابات تقريبا واحد 12 مليار. دونك كانوا كاين واحد الخلل، ولكن الابناك الان انتبهوا بداو تيصححوا هذه المعطيات، ونتمنى على الله ان التجربه تنجح، لان لاحظنا ان الوكالات في تقدم مستمر، وكاين واحد النوع ديال الاتجاه فيغ لو ديجيتال، يعني الشركات الرقمنه كيحاولوا الابناك انه يكونوا حاضرين سوغ لينكدين سوغ فيسبوك، يعني مجموعه من المنصات باش الناس يمكن لهم يفتحوا حسابات عبر الانترنت واحد السهوله، يعني بسهوله، وكذلك يعطوهم مجموعه من لي زيكزونيراسيون من الاعفاءات باش الناس يلتجئوا لهذه الابناك التشاركيه. ولكن كتبقى النقطه اللي مهمه والاهم انه هذه الابناك خصها ضروري يكون عندها جميع المنتوجات باش الزبون افراد او الشركات فاش يدخل البنك التشاركي يلقى تقريبا اهم المنتوجات باش يمكن يشتغل بطريقه سليمه. نعم، وسي سعيد بالنسبه لهذه السنه ديال 2023 واش نقولوا هذه السنه هي اللي بدات الابناك التشاركيه كتحقق ربحيه، وما هي هذه الابناك؟ تماما، احنا لحد الان بعض المعطيات عندنا ثلاثه الابناك اللي خرجت من لي بيرت، يعني من الخسائر، لان في الاول مدة 6 سنوات ونذكر ان الابناك التشاركيه في المغرب او المنظومه التشاركيه ما تعطاتهاش واحد يعني اعفاءات ضريبيه. من الاول البنك التشاركي والبنك الكلاسيكي نفس المرتبه، يعني الضرائب اللي كيخلص البنك التشاركي ولا كيخلص البنك يعني العادي اللي تنعرفوه. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، يعني 6 سنوات يلاه في لاموغتيسمون باش كتدخل داك، يعني عندك المعلومات، عندك الناس اللي تيشتغلوا، عندك الكراء تكاليف كاملين، دونك لي شارج دو ستركتور. يلاه دخلنا في طرف انه كاين دابا ارباح، وبالتالي هذا مهم، لان ثلاث ابناك كاينه الامنيه بنك، اليوسر بنك، الاخضر بنك اللي عندنا عليهم معلومات، دخلوا لهاد هاد يعني الفتره جديده الارباح، وبالتالي هذا كيعطينا امل فاش يكون عندنا يعني بعض الابناك تدرج في البورصه، تشاركيه تدرج في البورصه، وبالتالي يكون عندنا ذاك المؤشر يكون فيه مجموعه من الشركات اللي كتشتغل في يعني في مواد غذائيه ولا في الطاقه او في البناء، وكذلك ابناك تشاركيه، ولما لا يعني في واحد الفتره ديال 6 سنوات شركات ديال التامين التكافلي وبعض المنتوجات الجديده. نعم، غادي تكون في سوق رسمي. نعم سي سعيد، وبخصوص دور ديال الصكوك في وصل الاطار التشريعي ديالو، الدور ديال الصكوك في تنميه الماليه التشاركيه وتمويل الاقتصاد الوطني. الصكوك كانت الدوله المغربيه دارت اصدار ديال 1 مليار ديال الدرهم في 2018 دات 5 سنوات في 2023 الشهر الفائت كان سالت الاصدار، لان كان لاموغتيسمون، كان كل سنه كيتعوض واحد الطرف. دونك وصلنا دابا خصنا اصدار جديد هو اللي كيتشتغلوا عليه وزاره الماليه، وكاين من الان ان الشركات يمكن لهم يعني الكوربوريت الشركات يمكن لهم هما يديروا اصدارات ديال السكوك ديال الشركات. كاينين مجموعه من المشاريع اللي مازال لينا اللي خص يحني الامور باش تمشي في الاتجاه الصحيح. خصنا غير واحد الاراده، وخصنا انه هذه المنظومه يكون عندها واحد يعني كاينين مجموعه من الهيئات، ولكن خصنا يكون عندنا واحد نظره شموليه، ويكون عندنا الوقت يعني دي روبير، خصنا دي جالونز في واحد الوقت محدد باش كل منتوج يكون في السوق، وكل منتوج جديد او مهن جديده يعني تظهر للسوق. لان لاحظنا انه في هذه 6 سنوات كان مثلا لي ماستر، كانت في ليسكافو، كانت في لوين سي جي، كان بزاف ديال وقفوا، لانه ما يمكنش دير واحد لي ماستر وتوجد واحد الشباب لواحد المهنه، وهذه المهنه كتلقى بعض التعثرات. يعني خص يكون واحد التوازن، خصها تمشي بواحد الوتيره سريعه، يكون المنتوجات باش يكون اقبال،
وفي نفس الوقت هناك تكوين ديال الشباب باش يمكن لهم يشتغلوا. دونك عندنا واحد الخلل ما بين التطور ولي ماستر كي اونتيتي يعني كان ضروري خص واحد يعني واحد التوازن ما بين يعني العرض والطلب. العرض والطلب نعم بجوج من يشوف في نفس الوقت. اذا سي سعيد فين وصل البناء ديال المنظومه الكامله للماليه التشاركيه؟ المنظومه كيف قلت لك في الاول عندنا واحد المثلث ذهبي. بدينا بالابناك. الابناك كيشتغلوا مزيان وصلوا 26 مليار مزيان. عندهم ثلاثه ديال المنتوجات اللي هما هاد ثلاثه المنتوجات غير كافيه ونزيدوا عليهم السلاميه اربعه. خصنا مازال استثناء، خص الوكاله الوكاله وخصنا الاجاره المنتهيه بالتمليك. هادو المنتوجات يعني البسيطه. وخص هادوك الشركات ديال التامين التكافلي تخلق واحد المنتوج ديال الادخار ديال اللي عنده يعني دي زيكزونسيون فيسكال، عندهم يعني عفاء ضريبي باش يمكن هاد الابناك يمكن لها يعني تبيعهم في الوكاله ديالها. وهذاك الفلوس اللي غادي يجمعوا خصهم يدوزوا لسوق الرسامين. دونك حنا اللي عندنا الابناك الشركة التامين التكافلي مازال يلاه بدات كدير يلاه التغطيه على الوفاه وعلى العجز. مازال عندنا واحد النقطه مهمه هو الاستثمار. وسوق الرسامين غادي يبدا في 2024. دونك كاين واحد يعني امور هذا بواحد التدريج ونتمنى الله 2024 نزيد واحد ثلاث سنوات 2070 ونديروا واحد نديروا ان بيلون بروفيزوار يعني نحاولوا نشوفوا عاوتاني فين وصلنا وشنو هما الحوايج اللي خصنا نصلحوا. حنا الجمعيه المغربيه المهنيه التشاركيه كتبقى واحد المنصه يعني مفتوحه لجميع الشركاء، ابناك شركه تامين وسوق الرسامين. وكان الهدف من هذا هو خلق واحد الديناميكيه واحد التجاوب مع جميع الشركاء. وفين ما يكون شي موضوع مهم او مسائل اللي خصنا نوضحوها الا والجمعيه كتكون حاضره في نعم. شكرا جزيلا سي سعيد على كل هذه التوضيحات. مرحبا. شكرا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه ونضرب لكم موعد جديد.